بطبيعة المنطقة هي طبعا منطقة مرتفعة تقع على قمة جبل ما يسمى بالجول أو الهضبة، وتنتهي هذه الهضبة أو الجول بقمة جبلية اللي هي قمة جبل المنصور. أولا هي تعتبر مدينة تاريخية من المدن التاريخية الأثرية القديمة التي عدت من ضمن التراث العالمي. حتى في الجيل هذا يعني نستغرب، والجيل الذي بعدنا يستغرب، يقول لك مدينة معلقة على رأس جبل وخدمات موجودة وإمكانيات موجودة، كيف بنيت هذه البيوت؟ باختصار شديد أقول لك أنها هذه هي تعتبر براعة آباءنا وأجدادنا ومن سبقونا. سلام الاف يا الزاوية يا أم المنار على الهجرين لا غضها من كل شارة، يا الزاوية يا أم المنار على الهجرين لا غضها من كل شارة. سلام الاف يا الهجرين منطقة تاريخية قديمة جدا يعني ارتبطت بالدول اليمنية القديمة ما قبل التاريخ أو ما قبل العصور الإسلامية أو العصور الميلادية. هناك آثار أو هناك بعض الشواهد التي تدل ارتباط الهجرين تاريخيا بالدول اليمنية القديمة، ولعل أبرزها طبعا ودولة حضرموت الشهيرة. أولا هي تعتبر مدينة تاريخية من المدن التاريخية الأثرية القديمة التي عدت من ضمن التراث العالمي، وفيها أيضا الخدمات الموجودة، المدارس والمستشفيات والمستوصفات وغيرها من الوسائل هذا، والأندية الرياضية، نادي رياضي، والنادي الرياضي هذا توجد فيه أو تتبعه مجموعة من الفرق الرياضية التابعة، وكذلك الحياة الاجتماعية في البلاد والحياة بشكل عام. بطبيعة المنطقة هي طبعا منطقة مرتفعة تقع على قمة جبل ما يسمى بالجول أو الهضبة، وتنتهي هذه الهضبة أو الجول بقمة جبلية اللي هي قمة جبل المنصور. ظاهر ارتباط الهجرين تاريخيا تأتي من خلال الحفرية أو من خلال ما وجد من آثار تاريخية في 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 آثار تاريخية في مجال الزراعة، في مجال النشاط الاقتصادي، في مجال النشاط الصناعي. وهجر باللغة اليمنية القديمة الحميرية تعني القرية، وفي الأساس الهجرين كما يقولون المؤرخين أنها عبارة عن قريتين، قرية دمون وخيدون. قرية دمون وهي في الواجهة القبلية للمدينة، وخودون في الواجهة الشرقية من المدينة، فهي عبارة عن قريتين، فلذلك سميت الهجرين لأنها قريتين. Thank you.
هي بوابة وادي دوعن، هي بوابة وادي دوعن، وتمشي بعدين مسافة وتأتي اللي هي وادي دوعن الكبير، طبعا مسماه وكبير بسكانه. فالدوعن عبارة عن وادي الأيمن والأيسر، والهجرين هي البوابة للوادي بشكل عام، هي البداية لدوعن. مؤكد أنها موقعها متميز، وهي تعتبر حلقة وصل بين وادي حضرموت من جهة الشمال ووادي دوعن من جهة الجنوب. إضافة إلى ذلك طبعا لها حدود طبعا من جهة الشمال وادي حضرموت سيئون والقطن، من جهة الشرق وادي العين، من جهة الغرب حريضة، ومن جهة طبعا الجنوب تاتي اللي هي مدينة دوعن، دوعن اللي هي قيدون وصيف. هي التي ميزت مدينتنا التاريخية الهجرين ووسيطها وذات الشهرة هذه هي المناطق الأثرية التي ذكرتها، هي من جعل هذه السمات والصفات هذه من جعلت مدينة تاريخية يزداد صيتها وترخض من التاريخ العالمي والمناطق الأثرية هذه. إضافة لذلك إلى بعض الآثار الأخرى اللي هي قمة جبل المنصور، هذه القمة الفريدة توجد فيها بعض الغرف المنحوتة في الصخر، جوابي مياه يستفيدوا منها، وربما أيضا الوصول للقمة إلى قمة الجبل ياتي الوصول إليها عبر نفق يتم الولوج فيه إلى قمة الجبل. كذلك في الجزه، في الجزه يوجد شعب شرحبيل، و فيه كهف قديم كما يقال ونسمع من القدامى، يسمى كهف الإنسان البدائي. فالذي ميز الهجرين هي وجود هذه الأشياء القديمة التي لها القدم الكبير جدا، فميزها وجعلها بهذا الاسم. والموجودة في نفس المدينة هي نقدر نقول أنها أهم الآثار، هي سبق وأن ذكرت لك كهف الإنسان البدائي في الجزء في شعر شرحبيل وريبون، ولكن في نفس المدينة في الجبل هي بقايا آثار وبقايا أطلال للشاعر الجاهلي إمر القيس بن حجر الكندي، فلا زالت إلى يومنا هذا بقايا أطلال وبقايا أطلال قديمة في موقع يسمى باحجر أو ديار باحجر، وبجانبها أيضا عقبة تسمى عقبة باحجر، وهذه هي من الآثار القديمة الموجودة في المدينة، في نفس المدينة في الجبل. كما تذكر لنا المصادر أن الهجرين ارتبطت بالشاعر أو بامرؤ القيس الشاعر اليمني المشهور اللي هو من قبيلة كندة، فهذا الشاعر ارتباط كبير بالهجرين. بعض من 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 آثار أو منها من من مخلفات هذا الشاعر اللي هو وجود له مكان هنا في منطقة الصيلع، هذا الموقع يعني باستمرار يتردد إليه ويجعله كضيعة له يأتي إليها للتنزه. ولعل طبعا الحادثة الشهيرة اللي حدثت لهذا امرؤ القيس أن خبر وفاة والده جاء وهو في الهجرين في منطقة الصيلع.
المميزات الهامة والتي تمتاز بها مدينتنا التاريخية الهجرين هي أولاً أنها تقع على رأس جبل، حتى الناظر لها عندما يأتي أو الزائر لها في الواجهة القبلية مدخل البلاد تحت في الوادي يرى هذا المنظر يستغرب تماماً. كيف وجد هذا المنظر؟ كيف وجدت هذه البيوت بتناسقها بشكلها هذا الجميل الملفت للنظر؟ كيف يعيش سكان يعني الذي يأتي من برا يستغرب تماماً، يستغرب أن في هذا الموقع موجود المدارس، موجود الخدمات، موجود الأسواق. فهذا اللي يميزها تناسق البنيان والعمارة الطينية أيضاً. طبعاً الهجرين تتميز مميزات عدة، من ناحية الطقس جوها لطيف جداً، لا تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، لا تشهد انخفاض في درجات الحرارة، سقوط الأمطار فيها يكاد يكون متنوع في الصيف وفي الشتاء في الربيع أيضاً. الجانب الطقس، الجانب الجغرافي كما ذكرت اللي هو ارتباطها بتواصلها أو تعتبر حلقة وصل بين دوعن وادي حضرموت، اقتصاديا أو في جوانب الموارد الطبيعية فيها ثروة زراعية هائلة، فيها مياه آبار جوفية تسقط عليها الأمطار، وأيضا تعاون أهلها والحفاظ أيضا، الحفاظ على هذا الحضارة التراثية القديمة، هذا أيضا تميز مدينة الهجرين عن غيرها. طبعا بالنسبة لسكان الهجرين المدينة التاريخية سكانها الآن قرابة 7000 نسمة، بيوتها في حدود تسكن هذه البيوت في حدود قرابة 1000 أسرة، فممكن نقول بين العدد بين 500 إلى 1000 بيت. ثلثين هذه البيوت طبعا أهلها بالسكان، بيوت قديمة ذات طابع معماري متميز. طبعا التكوين الحديث الآن في شقق، لكن في البيوت القديمة البيت يتكون من مجموعة طوابق، الطابق الأول يسمونه طوابق المياسم، الطابق الثاني طابق البيوت، الطابق الثالث الفاضل، والطابق الرابع والأخير السطوح والريوم. هذا لا زالت المدينة تحتفظ بهذا التقسيم المعماري أو التقسيم في ما يخص بيوت الهجرين القديمة. ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس.
ما يميز الجانب المعماري في الهجرين انهم اعتماد المباني على يعني على المواد الاساسيه من نفس المنطقه، الطين الطين التربه تقريبا التربه وبقيه الحجاره ايضا، فكل المواد المستخدمه في البناء هي في الاصل من 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 نفس من نفس المدينه. مكونات النمط المعماري التي على ضوءه وعده من المناطق العالميه من التراث العالمي، اهم شيء العماره الطينيه هذا اللي تمتاز بها المدر والطين، هذا من اهم الاشياء واهم المقومات التي جعلتها من ضمن التراث العالمي، وتناسب البنايه فيها وقربها من بعض وبتلاحظ حتى الطرقات، يعني طرقات مثلا لما يكون طريق قصير او طريق ضيق كذا تمشي فيه بشكل متناسق. مجمل باختصار نقول ان العمارة الطينية التي تمتاز بها منذ القدم ولا زالوا إلى وقتنا هذا يعني محافظين على هذا النمط وعلى هذه الميزة التي تميز مدينتنا التاريخية وهي العمارة الطينية. حتى انه طبعا وصل هذا الاهتمام الى انه تم الاعلان عن الهجرين كمحميه ثقافيه من قبل المحافظ يرحمه الله الشهيد عبد القادر هلال. هذا المحافظ طبعا اهتم اهتمام كبير بالمنطقه، حتى انه تم المنع بالخالص اي استخدام لادوات المسلحه وبناء المسلح، وبقت المنطقه بمجملها تحتفظ بهذه الطبيعة بهذا الفن المعماري الأصيل اللي طبعا لا زال آثاره موجودة ومظاهره موجودة. الوصول إلى الهجرين وكونها منطقة جبلية مرتفعة منفصلة طبعاً عن ضواحي عن مناطق عن المناطق المحيطة بها، يتم الوصول إليها عبر ما يسمى بالعقاب. هناك في حدود 5 عقاب موزعة في أنحاء المنطقة. هذه أيضا من الأشياء التي يستغرب نحن حتى في الجيل هذا، يعني نستغرب والجيل الذي بعدنا يستغرب، يقول لك مدينة معلقة على رأس جبل وخدمات موجودة وإمكانيات موجودة، كيف بنيت هذه البيوت؟ باختصار شديد أقول لك أنها هذه هي تعتبر براعة آباءنا وأجدادنا ومن سبقونا، براعتهم في 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 البناء وبراعتهم في الأعمال، هذه الأعمال الجميلة التي يقوم بها هي براعتهم وثقافتهم. أصلهم يعني يعملون أشياء، كثير من المهندسين الآن بالمستويات تجد يعني يعملوا هذه الأشياء كأنهم عندهم شهادات، وهم لم تكن لديهم شهادات ولم تكن يدرسوا في جامعات، ولكنهم عقولهم وتفكيرهم الصحيح وميزتهم يعملوا هذه الأشياء. كنا في معاناة شديدة في نقل محتاجات الناس، في إسعاف المرضى، في الله لا يقدر بعض الكوارث الطبيعية إما حرائق أو
هدوم يعني تعرض البيوت لبعض الهدم، فهناك صعوبة جدا في 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 بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية. لكن الآن أصبحت الحمد لله الأمور سهلة في جانب الوصول إلى الهجرين. يعني ترى مثل ما قلت معلقة هو فيها الخدمات. الحمار هذه اللي هي حمار الهجرين هو المثل حتى اللي يضربه، يعني يخرج محمل ويرجع محمل على قولهم. فهذه ميزة من الميزات، وأعتقد أنه صبرهم وجهدهم وطيبتهم وأخلاقهم عملوا بهذا الشكل الأشياء حتى موجودة بهذا الشكل. طبعا الجانب الديني في الهجرين جانب مهم جدا ومرتبط بحياة الناس يعني، ومن فضل الله هناك توجه ديني في 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 المنطقة بشكل عام وفي الهجرين. تكاد تكون اكثر من 15 الى 17 مسجد يمكن في الجبل في اصل المدينة، وحوالي 20 او 25 مسجد في المناطق الأخرى المجاورة للمدينة أو القرى المدينة. وبطبيعة الحال توجد الطقوس الدينية، وفي هذه المساجد تكون تلاوة القرآن والصلوات، وبين مغرب وعشاء دائما تكون الحلقات حلقات القرآن، إضافة إلى المحاضرات الدينية والندوات العلمية في هذه المساجد. كانت المياه سابقا عبر الآبار الجوفية هذا، والآبار اللي هي لا زالت أطلال إلى وقتنا هذا في موجودة مجموعة آبار. هؤلاء في زمن القدامى آباءنا وأجدادنا كانوا يأتون بالمياه عبر هذه المياه الآبار الجوفية. طبعا من الأشياء اللي عانى منها سكان الهجرين المياه، يعني كان السكان يعانون معاناة شديدا في توفير مياه الشرب تحديدا، وكانوا يستخدمون الآبار الجوفية اللي تقع تحت أسفل المنطقة، وربما بعض الأحيان الآبار هذا تشهد جفاف فيذهبون ويستقون من المناطق المجاورة. الهجرين زراعيا منطقة قديمة جدا، وتدل على ذلك القدم يعني أولا يعني وجود أو معالم تقسيم الأرض الزراعية على مستوى اليمن موجود في الهجرين. فالأرض الزراعية تتقسم إلى جرب، ما يسمى نحن نقول له شحب شحاوب، وهذا الشحاوب عبارة عن جرب قطع زراعية يعني بعض الأحيان تصل طولها قرابة 10 متر أو 5 متر مربعة تقريبا، وبعض الأحيان تأخذ شكل مستطيل. تأتي إليها المياه عن طريق السواقي، توزيع عن طريق السواقي أو القنوات المائية الصغيرة اللي نحن نسميها سواقي. مرة قاضي قال نشوف السيل هذا
كيف قسمه هذا حق المقسوم ما بالقيراط عندنا يقسمونه بالقواريط. قال لا جسيل بنضربك بضرب. هو اللي هوك اذا شاف واحده من السواق كبيره وواحده صغيره قال ذا مظلومه الثاني. قال لا جينا للسيل بنضربك ربك جسيل بعد كم ايام ونضربه تلاقي ملانه دمون له خميس ايام في النوم خيدون له ثلاثه خميس. جابوا ذا غمس بعر حق حمار عزك الله حق طرحوهن من طالع. قال نال خمس في واحد من السواق بعد ايش الا ثنتين وذيك ثلاث دخلا فيه. قال يدعى كوره غرب يوم شافي ايش ذا القسم ذا قال ايش ذا الهندسه وينهم ذا. السواقي ما شاء الله تبارك الله يعني مثل ما قلت لك ابتكار وآباءنا وأجدادنا كأنهم مهندسين. يعني تخيل أن الماء يأتي طبعا يأتي في الساقي هذا ويتوزع بشكل تلقائي ما شاء الله تبارك الله يذهب إلى الدمون والثاني يذهب إلى خيدون وهذا يذهب إلى مكان معين تمتلئ الجربة أو ما يسمى يعني عمل هندسي هذا قام به موضوع أجدادنا وهو وطبعا تأتي بعدين إلى النخل ويسقي الماء النخل بواسطة السيول وبعضها تأتي إلى الأراضي الزراعية العمل الجميل لآبائنا الذي نظموا هذا العمل. لماذا؟ لأنه حبهم للزراعة وحبهم لمهنة الزراعة جعلهم يعني يهتمون بأراضي الزراعية بهذا الشكل.